جدا من قلبي لراجلنا حمزه المسلوسي، الزملكاويه كلها بتقول لك شكرا. انا قلت لك قبل كده ان هو مستواه فنيا مش عالي، لكن رجوليا 100%. الراجل ده عمل اللي اللعيبه ابناء النادي ما عملوش في النادي نفسه. ان انت على الاقل مستواك الفني مش عالي ما يأهلكش ان انت توصل لعيبه كبيره، لكن رجولتك عدت لعيبه كبيره لعبت في نادي الزمالك بامان. مفيش لاعب في السكواد كله تقول له شكرا غير حمزه المسلوسي، ان بقاله فتره طويله ثابت على المستوى الرجولي اللي بقدمه على الزمالك. وفي ناس طبعا عايز محمد عبد الغني، دي جون يخش، دي قوه تعدي، ده انت غلبت هم ربيع جدع في ماتش الداخليه في ايه؟ يعني بص الراجل برضه ده محمد عبد الغني محافظ على ادائه السيء جدا لفتره طويله من بدايه الموسم، سيء 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 الحمد لله.